السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعد الله مساكم أعزائنا المشاهدين في كل مكان وفي أي زمان، لكم مني كل الحب والامتنان في حلقة جديدة متميزة من فقرة مؤتمر الجمهور. سواليفكم حلوة اللي هنا، بس إذا يعطيكم العافية، في فقرة جديدة من مؤتمر الجمهور على منصة شاهد في برنامج زد رصيدك نسخته الثامنة مع أبطال هذه النسخة. يلا حيهم يا مرحب. في اليوم 56، هل ما زال الباور يعني في تصاعد؟ يا سلام، كف دائما يقولون ما بطل سيل الا من كبره، وحنا هاقين فيكم واجد ان شاء الله، والجمهور هاقي فيكم واجد، وهذا ارحب. يلا حي نايف، الله يبقيك يا مرحب، الله يطول عمرك. يلا حيه، الله يبقيك. ما اقول كلام هذا، الله يطول عمرك سلمك، ما اقول كلام هذا من فراغ، اقوله من الشيء اللي انا جالس المسه عند الجمهور خلف الشاشات، جمهوركم ومحبينكم. احنا في هذه الفقره نوصل صوت الجمهور وحلقه الوصل ما بين جمهورنا الغالي اللي نعتبرهم وقود حقيقي لهذا البرنامج، وانتم تستاهلون الدعم اللي يجيكم بناء على الابداع اللي انتم جالسين تقدمونه. وش الفعاليات وش الشغل؟ شي شاهي وشي قهوه إليزابيث وشوي كبده صالح، ها في فعاليات يا اخوان، من كثرها ممكن انسى. كفو البلد جبناه. عاد تدري ان الكبده هذه انها اطعم شيء ممكن تذوقه، الصامول يخليها يتقمر مع ها شغل صدق. والله تراني لمحت انا، بس الى الان ما حد احتسب مصيبه. لا لا لا، تعال ابغى يا شاهي بن دعيلج بن دلبج ولا بن دعيل شربي انت جماعتهم دعيل، واذا الثنتين يا دلبج والله يكثر عليك. اي ولا ودنا سامي ابو خيت، الناس تطلع من هنا نشوف، نحب نطلع عصر منتج. والله يا اخي شف قال لي بيض الله عزوز يبي شاي، قلت انا جايب له، قال لي لا عطني بعطيك، والله ما تعطيني الا انا. بيض الله وجهك. طبعا الشاهي شاي دلبج يا حبيبي، وزاد حلاه عشان من يدك. ارحب ارحب حر حر، لا تسوي لا قهوه ولا شاي، جبت لك مويه. الله يبيض وجهك، الله يبيض. هذا اللي اقدر عليه طال عمرك. خدمات في اي بي يا الربع. ارحب، كيف حالك طال عمرك؟ يا مرحبا، يلا حيه، يلا حيه، تبقوا تحيه. تونا نطاره عاد في القهوه إليزابيث والشغل النظيف. ما لا معطين مجال حق الكورنر هذا يا ابن دعيرم اللي انت استحدثته وظبطته، ترى جديد في برامج الواقع تقريبا. ها يعني واحد يجيب القهوه وارت وشغل نظيف، فكره تشكر عليها. والأمانة قهوتك اللي جبتها المرة الماضية ترى طعمها في الرأس، يعني ما بدأ يلعب بالعافية، لكن عشان تدري إنها لذيذة ما زال يعني راسخة في الذاكرة إلى الآن. بيجي كوب، بيجي كوب عقب الشاي. ما الله يبارك فيك، يعجبني اللي يفهم، يعجبني ويطاير بعد. الله يحييكم يا مرحب يا مرحب. طبعا اليوم عندنا يا أخوان اتصالات. نعم اليوم في اتصالات من الجمعة. الله يبقي، منين جيت انت؟ هدوء وصمت في الركادة ما قبل العاصفة، اعتقد ان هذا الهدوء ممكن. ها؟ ممكن. الله يبقى. يا اخي احس اني اذا سولفت معه احس انه بيدخل معي في نقاش حاد بسرعة من المسكة حقت لي. نعم عليك. هاي ابو انا اليوم عندي قاعدة، الحلم والانا. الحلم والانا. طيب لو قلنا لك، لو قلنا لك يا محمد جيتك وقابلتك كذا في اي مكان وقلت عطني حكمة يعني تعلمتها في الحياة هذه، وش الحكمة اللي بتقدمها؟ جاهزة. قال الرسول عليه الصلاة والسلام، اللهم صل وسلم، جاء واحد قال أوصني، قال لا تغضب، قال أوصني، قال لا تغضب، قال أوصني، قال لا تغضب، ما من الغضب أي خير. الله. يجيب الأمراض ويعتب، يتعبك نفسيا وجسديا. سلام. هذه نصيحتي. الله الله الله. يعني ما شاء الله طلاقة يعني واسترسال والحكمة جاهزة، تبغون حكم ثاني موجود عنده يعطينا. هلا ابو سعيد، يا مرحبا. يلا حي، خليك مع ابو مساعد، يلا حي. طيب اليوم عندنا اربع اتصالات تقريبا اذا سعفنا الوقت ان شاء الله، وطريقه الاتصالات من رقم الاتصال بيظهر لكم على الشاشه اعزائنا المشاهدين. الاتصال هذا من خلاله تقدر تقدم لاي متسابق 100 نقطه، يعني تتصل سلام عليكم لفلان 100 نقطة. حلوين؟ هذه من غير ال 300 اللي على الهاشتاج.
حنا نبغى يعني قد ما نقدر نوزع نقاط. يا سلام سم سم الله عدوك. انا شاري الكبير اي اتصال يجي برصيد كف ما في شيء يمشي عندي انت اسمح لي انا اي اتصال تجي في هذه القريه انا فلوسها تجي لو سمحت يا ابو سعيد الاتصال الدقيقه 500 ريال انت الحين منعت على عمرك خير ممكن حد يبغى يعطيك ال100 نقطه اللي بيدق علي يعطيني 500 ويعطيني ال200 ما حد مداقن عليك تعطي ياخذ ان شاء الله عند قدمي بر عند ما المشكله ان شاء الله الحين اقبل النقاش الاتصال على حسابه ها الاتصال على حسابهم الا ان كان بتسدد فاتورته لا محمد ها يروحون عند خويي من خويك عندهم وهم يسددون فاتوره خوي ما في شيء يمشي يا ابو سعيد اعذرني هو الاتصال جاي منهم بجوالهم اذا دفعوا لك الفلوس تسدد فاتورتهم اذا من جمهوري ما عندي مشكله بلاش اما الشباب لا والله شخصي هذا من دلبج ايش الشاي هذا يا مجرم طول مجرم ابداع تدري يا ابو سعيد والله لعيونك بلاش بيض الله وجهك وجه عقب ايش قال اح قال اح قال قاعد في الصبر ايش نسوي بيض الله وجهك ابو احمد عطنا الرقم كاشا لهنت علشان الجمهور الغالي يسجله ويشاركونا باتصالاتهم ويسعدونا بسماع اصواتهم الرقم ظاهر اسفل الشاشه 0592636115 خزنوا الرقم عندكم واتصلوا علينا نستقبل الاتصالات وتهدي المتسابق اللي انت تشجعه 100 نقطه بن دلبج بداياتك في الشاهي ايوه بداياتك اكيد ورا كل ابداع وكل ايش بلاك ما اسمع شغلوا لي بالله تكفى السبيكر اقول خلف الابداع هذا والطعم اللي انا جالس اذوقه الان الله يطول عمرك جربته من قبل في قصص لا والله ما شوف الشيء اللي رتبته ضاع والشيء اللي جاك بدون ترتيب نجح ايه الشاهي لي سنتين وانا زينه نفسي ما لي جهد اني اسوي مشروع ولا يا سلام يعني ما في راسي زي المشروع لكن تو بدا ذا الايام ان شاء الله يا الله يا الله ثم مثلها عند الله نقول يا الله يا الله ان نشوف لك فرع امين من 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 طول المحل ما يمديك توصل اخره ويا ابني جلسه خاصه اليوم خال الجلسه تقعد اذا سرقت فسرق جمل قول نسبه لا اني والله نعطي ودي اعطيه من حبه عيني ابو سعيد ما يمديك توصل اخره ما راح استفيد ليه؟ ما عندي يطلب اللي اخر واحد، شلون يطلب؟ سكوتر مع سكوتر يا اخوان سكوتر موجود ابو دلبج بسكوتر العمال تجدون تدعي له بس انه ما اعرف كيف ايه واللي جنبك يا ابن دعيل يبغاك تدعي له واللي جنبك ابن دعيل وانا بفتح مطعم خالي جنبهم احنا متعرضين انا شاي وانا قاوي احنا واحد الله يفتح عليكم ويوفقكم يا رب العالمين يجزاك خير ودائما يعني قصص كثيره شفناها بدات من برامج الواقع ولاقت صدى كبير في يعني ولا زال اسمها يتردد الى الان يعني على انا ما ودي اعلن بس ان الجماعه نحبهم واكيد ان القناه يحبونهم زي مثلا قهوه مجيد يعني الى الان ما زال صيتها ما شاء الله ويستاهل وبهارات الغربي الجماعه هذول بدا يعني من البدايات البرامج الواقع وناجحين الان من الصفوف الاولى في مجالاتهم الله يبارك لهم يا رب العالمين في منافس جديد انت يا من صالح انا مكسر الكبده ومقلقل يا سلام عاد على توقيته مضبوط على رمضان ابو سعيد تعرف ورق العنب ها ابغاك تعلمني ورق العنب عشان يعرف اسوي روحي فطور في رمضان فاعلمك ورق العنب ابو سعيد الفال المساوى ان شاء الله عليه بهارات والله انها قويه كف فنانه فنانه بس ما صرح للحين هو دائم شوف تحت البث تعال كفو والله انا جربت اول مره ادعي لي ادعي لي لكن اي 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 شيء في بالك ولا اي مشروع دائما في الحياه يعني حاول انك تقدم عليه هذا شيء التردد العزيز مطلق التردد دائما في المشاريع على طمع الشباب والتردد ايه نجيب لكم شاهي دلبج ابو العز ادعوا لنا ان شاء الله بالتوفيق سم ان بنروح ان شاء الله رحله الى لندن ولدي دعيرم وباذن الله نسوي شراكه ابراج الدوسري والفيري باذن الله في لندن في لندن كفو حلو احنا بس فتحنا مجال وكل طلع طيب عشان الوقت يا اخوان وبنرجع ناخذ المشروع عسى الله ان الله يرزق كل شخص ما اتمنى يا رب العالمين
خلونا نبدا مع التغريدات عشان هذا الوقت لكم. لو طلعتوا ما اعطيتكم تغريداتكم جمهوركم يزعل علينا ويقول عبد العزيز انت السبب، وانا والله فرح بالسالفه معكم، لكن اعطونا اول تغريده. بسم الله. عبد الله الخماش وصلوا له رساله: الجوكر المحصن، مبروك الحصانه المستحقه، تستاهلها، تفاعلك في الايام اللي راحت يدرس، استمر على نفس الرتم، لا تتهاون ابدا، نبي نشوف مسرحيات، باقي في اشياء عندك ما طلعتها، رصيدك حافظ عليه لانه قابل للنقص للزياده، ومنعنا من المزاد لا تشارك فيه. استاذ والله يجعلني افديكم. على عبد الله ما اسمي بجوه الله حي. لا يكونك انت تبغى تدخل بشويش وانا سلمتك. لبه انت تبغى تدخل يعني هدوء وانا سلمتك. ترى ربيع موجود. صحيح صحيح، بس رحت لدرت مياه ورجعت. اعطونا التغريده اللي بعدها. انس ابن مساعد: قصائدك مختلفه ولك حس ابداعي قوي جدا، حاول تستغل مواهبك وما تضيع الفرص حتى ولو ما جاتك، اغتنمها وتقدم، شخصيتك حلوة بهرتنا وضحكتنا وحنا من أول الداعمين لك، وبالتوفيق يا رب. الله يسعدهم. والله أنا اللي بقوله يعني كلمات الشكر من بدأت اللغة إلى يومنا هذا ودي أحصرها وأقدمها لهم هدية، لأن ما يكفيهم يعني كلام، أو ما أقدر أصيغ كلام يجازيهم حقهم أو يوصلني إلى مشارك. ربع ما قدموه لي في البرنامج. تستاهل تستاهل. الله يعطيهم العافية. الله يوفقك ومبروك الحصانة. الله يبارك فيك. مبروك مبروك. ويسعدك. التغريدة اللي بعدها: محمد السريعي: أنا يقيني في الله ثم فيك، أعرف قدراتك، أعرف طموحك، أعرف أملك، أعرف وجهتك، أعرف كل صغيرة وكبيرة عنك، أبدعت وتألقت وهربت ورجعت وانخصمت وصفرت وإلى الآن، والآن رجعت من جديد، ونبي تطلع الأشخاص اللي بداخلك يحفرون في القرية حفر، أبرز نفسك واستعن بالله، أثق فيك جدا، لا تخيب ظني. رسالة لطيف والله يطول عماركم. أما حفر ماني مقاول، لكن يبشرون بسعد، يبشرون بسعد. ترى تويتر الظاهر عنده تحديث جديد يمديهم يحذفون التغريدة. ها يحذفون يعدلون يقصدون إيه حفر. خلي يعدل حفر. لأن دائما الحفر والنقش هو الثابت، فعشان كذا يقولون الحفر على خشمي فالصغر كان نعم كان في قلب صح؟ إيه في قلب في قلب. تستاهل يا حبيبي. الله يوفقك يا محمد. التغريدة اللي بعدها: ربيع القحطاني، شخصية من الشخصيات المميزة واللي لها طابع مختلف في البرنامج، صراحته حلوة، تعطي المواقف حقها بدون زيادة عن اللزوم أو نقصان، تأكد لك قبول في ظهورك على الشاشة، قلل الغيابات واخرج عن صمتك وشارك بكل شيء، تأكد أن الجمهور يحب مشاركتك، وانتبه لرصيدك، ما نبغى نشوفك في البرايم. الله يبيض وجيههم عموما. ويا ولد حمانة من اول يا ريدي، لو رجعوا اهلك من مناسبه ولا جماعتك وقالوا ترى فلان الشايب الفلاني نشهد منك اليوم، يا اخي يجيك شعور مثل البراد في صدرك. بسطه ذا الحين كل اسبوع يا ولد العالم يتحدثون عنك، واللي علي واللي دلي واللي والله العظيم انه شعور غريب وشعور صراحه ما اقدر اصفه. فبيض الله وجيههم عموما واشكرهم شكرا عظيم، والله يجعلنا نقدم اللي يحوز على رضاهم، وبإذن الله إن شاء الله نحن نبذل الجهد والباقي على الله سبحانه وتعالى. يبشرون على خشم. كافو كافو بيع وأنت مجمل، ويعني مشاعرك بينه يعني فرح. وترى الكلام هذا ما هو بكل أسبوع، هذا الكلام بدون مبالغة كل ثانية على تويتر لكل شخص منكم، ولكن هذا الشيء اللي قدرنا أن نطلع من الله آلاف مؤلفة من الرسائل لكم. الله يجعلنا ما خلا ولا انعدم، وأنا على المستوى الشخصي بدون الجمهور ولا شيء من الأخير. تستاهل يا حبيبي، وأنت قد الهقوة والله يوفقك ويدعمون المبدع. التغريدة اللي بعدها: للجميع، الرياليتي عبارة عن تفاعل، تقدر تسوي لك جلسة بسيطة ولا لعبة ولا تكية مرتبة، وما في تقاطع أصوات، نبي بكل زاوية بالقرية حكاية، بدلوا أدواركم، نبيل فهري وخماش يبكون ودعيرم وأنس يركضون، نبي مقالب، نبي نضحك، نصيحة، عامل كل أسبوع لك بالقرية على أنه آخر أسبوع
وبدع لا يردك شيء. يعني هذه من ضمن الأفكار. تحيات. إن كل واحد يأخذ شخصية الثاني. في واحد زي شف شغل رجال الأعمال هذا الصفقات تمويل التيوس البلدية شغل المكيف. شغل تروح تدور لك موردين تيوس بلدية عشان تجيب كبدة طازجة؟ لا يا صالح الشبك موجود. شغل مكيف حر يا ابن الحلال. شغل مكيف والله الجو حار والله يا الربع. والله انا شغال يا ابو وفوق ذا كله ام كل الكمبروسر يا مهندس الصوت. المشكله من كل الكمبروسر. اي والله اروح لهم. زال الوضع ولا زال؟ اذا بيروح خليه يجيب لك كبده. والله يا شغل عندي. انا ودي الصدق تروح عشان الكبده بس اني باجربها مره ثانيه. ان الله يحب شبلعه. بيض الله وجهك. ما يرفع قدرك. الله يوفقك يا صاحبي. وياك نداك. سمع عيني. نشكر الحساب هذا من الاعماق. هذا داعم للشباب كل ابوهم. الله يبيض وجهه ويجمل حاله. تستاهل. اي والله. شوف 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 الشكر حتى الشكر فيه. نعم فيه والله ان الحساب هذا نشكر الحساب هذا. الحساب هذا نشكره يا اخو. والله اشكره يا الحساب هذا يستاهل صفقه. يستاهل يستاهل. الله يوفقكم. الحسابات والله كثير واصدقاء البرنامج كثير ولكن حنا زي ما نقول يعني نعطيكم من المطر رشاش عاد على قولتهم. اعطونا التغريده اللي بعدها. التغريده اللي بعدها للجميع. صف صمت جوالك يا فهري. لا لا اني امزح. جوالي انا. للجميع من الاخر اللي يبغى يزاود على المحل قبلها بخمس او اربع ايام الفكرة تكون جاهزة ومقبولة من الإدارة علشان بس يفوز تتوفر الأغراض. أما سالفة تزاود وتضرب بالأرقام في المزاد وانت أساساً مو دارس المشروع زين هذه أكبر غلطة وكذا أنت طالع بخسارة. مشكلتكم ما تستفيدون من أغلاط بعض. كلام هذا واضح. التغريدة اللي بعدها. إلى صاحب إليزابيث بن دعيرم تشكر على الأداء الرائع في الفترة الماضية والقصائد الممتدحة التي أثبتت بسبب تمكن كاتب التي أثبتت بسبب تمكن كاتبها. أنا كاتبها قسم بالله. على رصيدك يزيد لأن هذه المرحلة من البرنامج مهمة. قلل الغياب واحرص على التفاعل أكثر لأننا نرى بإذن الله مكانك في الأول. ننتظر منك الأحسن. شكرا شكرا. يبشرهم بالقصيد الجديد والرصيد اللي يزيد إن شاء الله. كافي يبشرهم. كافي الله يوفقك إن شاء الله. طيبة. وإن شاء الله يعني تشوفون ابن دعيرم عند براند كوفي مرتب وتجربون قهوتها بإذن الله يا أبو سعيد. الله يطول عمرك. التغريدة اللي بعدها. بقي حلاوة شيء من حقة خالد حامد ولا موجود؟ الله يبيض قشمك محفوظ والله يا ابو سعيد. بعد ال ايه البث الفيصل المطيري شخصية لها ثقلها بالبرنامج. حضورك الدائم مهم. واضح واضح الحضور الدائم. وين هو فين؟ فيصل لا لا راح مستشفى الرؤية عند مراجعة هو ويا عبد الله خماش معهم ذلك. فيصل الفواصل موجودين ما شاء الله. أشكرك. شخصية لها ذكرها بالبرنامج. حضورك الدائم مهم ومختلف. شخص عبقري وغير متكلف. فيصل من الشخصيات التي دائما حصلها في الجلسات الحركة والفائدة باختصار. عارف للبرامج الواقعية. ننتظر منه المزيد ولا تغيب عن البث. فيصل أكيد والشباب اللي ما حضروا كل عذره معه يعني ما أنا متأكد أن الشباب جميعا حريصين على كل فقرة في البرنامج ولا جو في هذا البرنامج إلا يشاركون بجميع تفاصيله. فلا غاب أحد إلا من عذر يعني سمين إن شاء الله وبيجون بإذن الله. التغريدة اللي بعدها. نايف بن خالد أبرزت شخصيتك العفوية البسيطة الممتعة. لا تحرمنا من سواليفك وعفويتك. ما صرنا نشوفك على الشاشة نفس أول. اغتنم كل ثانية بهالبرنامج وحنا نطمع بالمزيد من إبداعك. ولا تنسى أننا مراهنين عليك من زمان وفالك الأول. فالنا وفالهم خير. سلام الطيب. فالنا وفالهم خير. وأبشر والله بسعدكم وأبشر باليسركم إن شاء الله. والله يجعلني عند حسن ظنكم بإذن الله. أبشر بسعدكم. الله يوفقك. الله يوفقك.
ما احب احد يمدحني اتوهق. لا يا حبيبي بشاشه وخلق خلاص ابوي والله تستاهل الله يوفقك. التغريده اللي بعدها محمد الدوسري بالله انا احتاجك تطلع تقرا التغريده بنفس اسلوبك في سرد السوالف. المايك لك. الى محمد الدوسري، اثبتت نفسك خلال الايام الماضيه، حضورك على البث مميز من الاشخاص اللي لها تواجدها القوي بالبرنامج وله القبول، اللهم لك الحمد يا ربي، لكن متاكدين ما زال عندك الكثير ما شفناه، نتمنى منك الانطلاقه الاقوى واستغلال ما تبقى من ايام البرنامج، حافظ على رصيدك ولا تغيب وفالك التوفيق. كفو يا اخو الحره. لو كان عندك جوال، الله يطول عمرك، لو كان عندك جوال وبترد على هذه التغريده. أولا شكرا عن إذنك، شكرا من أعماق القلب، مع جزيل الشكر والعرفان، ونسأل الله التوفيق والصلاح والنجاح وتيسير الأمور، والله يكتب أجركم ويرحم والديكم، والشاكرين دعمكم والكلام الحلو مثل العسل ومثل البلسم ومثل العلاج، وابشروا بالسعد القادم أجمل. كفو 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 يا أبو مساعد، أنت خلص روح القبول. الله يوفقك حرم تحتزم أنت واللي وراك ودونك، وابشروا بالسعد روح الحرة. كفو كفو محمد شد محمد رفع لي كبر راس الله يوفقك يا محمد. التغريدة اللي بعدها يوسف عنده امرجنسي بعد. بعذره معه وصلوا له الرساله هذه، يقولون ابدعت وتالقت طيله البرنامج، اثبت وجودك وكسبت محبه الناس، تابع تميزك واستمر، حافظ على صلواتك وحضورك على الفقر حضورك الفقرات، تاكد جمهورك خلفك من السلطنه وخارج السلطنه. شكرا جمهوري، شكرا جمهوري، شكرا شكرا عمال الغالين يستاهلون كل تحيه. الله حبايبنا. التغريده اللي بعدها فيصل الشهري، المبدع فيصل الشهري انثر تمت في الرؤيا الله يوفقه، يقول يا سلام انثر في جنوبات القريه، نعمه الله عليك بصوتك واخلاقك. شاهد البج، شاهد البج هنا وفصفص الله انه راح يزبطك وكبت. وين وصلنا؟ الله يهديك وياخذك انت وياه للجنه. شتتونا 200 سنه ان شاء الله. 200 سنه وش تبغى تسوي؟ بشوف احفادنا واحفاد واجد لا كثر كثر اللي يعرفه عند العزيز الشهراني مكثر 200 كثر قبل ما يشوفنا واجد. الله يعطيك ومي يسمع طول في العمر على العز والطاعه والعافيه. امين. المبدع فيصل الشهري انثر في جنوبات القريه، نعمه الله عليك بصوتك واخلاقك، لا تبخل في رمضان بالذات بالرمضانيات التي اللي موجوده عندك، وكنا نتابعك في التيك توك والسنابات في شهر رمضان خاصه البث المباشر وفي القريه، عوامل النجوميه تساعدك من معدين واخوان ونجوم تساعدون بعض في اخراج مكنوناتكم والى الامام. تستاهل فيصل الله يوفقك. التغريده اللي بعدها ليث يرد في محمد الفيري بالله ابغاك تقوم قدام الشاشه وعلى الكاميرا. الله ما تخليني اقرا موال والله ما اقرا مسحوب. لا انا عندي مشاعر يوم قلت محمد الفيري بغيت ابكي بالله ابغاها بموال كذا مسحوب تكفى اي شيء عطوه عطوه سبيكر. لا عطني اياها بصوت كذا شجي. ايه تحس انه بيشتري سياره. رشوشه. لا كم نهايتها من اول حضور. الله. واثبت نفسك بكل جدارة. اختلف عن الاخرين بكل شيء ايش يقول. تميت بسواليفك وافكارك وعفويتك اللي امام الشاشة. ومن اول ظهور لك ورزقك الله بالقبول ومحبة الناس. تأكد ان وراك جيش يدعمونك. اتمنى ما تغيب على البث بالتوفيق لك. الله تحياتي لهم.
والله ويوم يقول غب تغيب على البث والله اني ما بقيت تغيب على البث مكتوبه بس ما سمعناها اتمنى ما تغيب طول موال انا اثق ان نفسك طويل اتمنى ما تغيب عشت عشت هذا الله وجهك الله يوفقك كمان الله يبيض وجيههم وعلى خشمي على الشح على الطيب التغريده اللي بعدها يقول او تقول التغريده اتمنى تستوعبون فكره المغري مو كل العروض تستحق تدفعون عليها زي ما شفتوا طلعت كثير برايم فكروا وراجعوا انفسكم قبل توافقون ترى المنافسه اشتدت والريال الرصيدي الواحد بيفرق بدخولكم بالبرايم او حتى منافستكم على المراكز اول مقصودين ابنة عيرب عفوا والف مبروك الحصانه المستحقه يا خماش ابنة عيرب انا دخلت المغري مرتين والله دخلت برايم مرتين يعني دخلت المغري وخذيت اللي هو طلعتك مع سعود لا لحد الحين هذه الثالثه هذه يمكن الثالثه اول مره دخلت انتوا اسموني ولا لكم الا ظبطكم في مكان على كيف كيف اي والله العظيم تكفى ها اصبر انت تبغى الطلعه يقول طلعت سعود ان شاء الله يوافق لا لا العرض موجود لبن دعير مو سعود الظاهر كفي وعشا صح صح اي ابد اعطوني خبر بس متى يناسبكم محمولين مزمولين الين حاسب عزوز انا اطلب سعود من ذا الموقف ابو عبد الله ياخذني ما طلع 56 يوم ما طلع هذا الشيخ انا شويه والله ما خليه 56 يوم دق والله يا اخي اتمنى ابو عبد الله يسيب طلبتي هذه وياخذني وعلى حسابي أنا. هو شوف هو ما هو في كل مره تنتسم الجاره في كل مره انا اطلب ابو عبد الله يعطينا في شيء اي شيء ابو عبد الله كريم العطايا صدق خلاص ابو سعيد يا اخي ترى ايه احتمال انه يلبي طلعتك ويطلعك برايم لا ابو عبد الله ما يسويها فانت خلك على بنت علي اللي وده نو بروبلم كسرت شوي اعطوني التغريده اللي بعد عمر السيد 56 يوم مرت وكل يوم يمر كنت تثبت نفسك وتثبت جمال حضورك فيه اكثر من اليوم اللي قبله وما تتخيل كيف كنا سعيدين لما كنت برا البرايم الاسبوع اللي راح استمر على الرتم الرهيب ذا وننتظر منك الافضل والاجمل دايم وعسى التوفيق حليفك وفالك المركز الاول يا نجم بني شهير سلام بس على قوة ابني شهر تعدل قوة غزة وابني شهر في دنيا وديد قوة ابني شهر تعدل قوة غزة وابني شهر في دنيا وديد قوة ابني شهر تعدل قوة غزة وابني شهر في دنيا وديد بيض الله وجهه دخل في موضوع بني شهر فاضة شجون والله ونعم ما عليك زود اي والله ونعم بكل القبائل ان شاء الله ان نكون عند حسن الظن وباقي ما ابطى سيله من كبره باقي معنا ان شاء الله الايام الجايه الى النهائي باذن الواحد الاحد انسلمنا من برايم كف تسلم من برايم فابشروا بس ان شاء الله انك بتسلم بس عندي تساؤل يا اخي لبيك انا قلت عندي تساؤل وطلعت من الكادر والمخرج اتوقع انه دعالي انا متاكد انه دعال يا رب والله قلبك يا حبيبي انت دائما تقول تردد ما باخذ الاول ليش يا عمر؟ ما تا قلتها ابدا لا لا ما قد قلت هذا الكلام صحيح هو شوف هي صدرت منك ولا ما صدرت لا شوف يمكن اذا قلتها نظام اللي قلت تروني ما ذاكرت ياخذ الاول في المره فهمت بس انا باكر النقطه هذه بس سعود الله ينكب عدوك لا تشارك مو سعود المدير لا سعود الحربي سعود ما هو المدير سعود الحربي خلاص عرفنا سعود اللي مو مدير كشفنا اللي ما هو مدير اللي عليه ظروف اللي بطلع انا وياه وانت تخانق منعوه من المايك الله يوفقك يا عم اللهم امين بس النظام هذا الاستراتيجيه حلوه تبين لك ان ترى ما ذكرته ايوه لا لا ما يرحموني ما ذكرت ما ذكرت انا اخذ كل شيء بيميني يا اخي انا اللي محفظك الله يوفقك شكرا لك شكرا لك جميله اللي طلعت فيها الشباب الله يرفع قدرك انت الجميل والله يا ابو والله الفكره جميله جدا الكادر الاسئله الله يوفقك تعلمنا منك والله يا ابو سعيد يا حبيبي انت الله يوفقك اللهم امين التغريده اللي بعدها عبد العزيز البقمي
متى بنشوف كتابك اللي وعدت أنك دشنا بالبرنامج؟ وهذه رسالة للمتسابقين، وعودكم لنا بداية البرنامج نبي نشوفها. هذا طال عمرك متكي مع شاهي مثل شاهي بن دلبج، مدقق على قهوة بن دعيرم، وداق في كبده مثل حقة صالح وكتبها، عرفت متكي كذا. إيه وعد، تعال سجل شباب. وين الوعود؟ مسجلينها يعني، أتوقع تغريدة ما تكفي، ولا كان كتبوا كل وعودكم؟ يا سلام. والله اللي مستلم موضوع كتاب من أحد في الإدارة، وإن شاء الله الموضوع بينتهي بإذن الله. يعني بينتهي هذه كم يبغى لها تقريبا؟ والله شف، أنا ما ودي أعطيك يعني وعد أو يوم معين، أيه؟ لأن الموضوع عند الرجال وتزهل، قال خلي عندي يا أبو مطلق، قلت تم. فبينتهي الموضوع بإذن الله قبل نهاية البرنامج بإذن الله. لا عبد العزيز، شوف احنا نبي راسها طيب. الكتب الظاهر يعني لها مراحل. حلو. المرحله الاولى تبدا من عندك، اللي كتابه القصايد، وبعدين يجي التدقيق الظاهر، وبعدين تدقيق، ايوه، بعدين مراجعه، بعدين اثبات، بعدين طباعه. ايوه. الموضوع الحين وين واصل؟ اي مرحله؟ متعدي المرحله الثانيه. المرحله الثانيه اللي هي مرحله من عندك انت تخلص؟ لا انا مخلص من عندي، من تدقيق. ايوه نعم. الحين في التدقيق ومراجعه. نعم. الله يوفقك ويفتح عليك. الله يسعدك. شكرا لهم، شكرا على الاهتمام الجميل هذا. تستاهل يا حبيبي. الله يسعدك. وعودكم يا الربع؟ ايش هو وعودكم؟ بتجي جايه في الطريق؟ جايه مع كتاب عبد العزيز مع رمضان. الله يوفقك. التغريده اللي بعدها، محمد الدلبج، شكرا لك ولاحترامك الشاشه وتواجدك الدائم والرياليتي المقبول، وبعدك عن وبعدك عن البرايم تستحق حب الجمهور والإدارة. دائما حرك، دائما حرك، ودائما سمح ولين، ومع الجميع أصدح بصوتك في كل وقت، لا تحرمنا بكينا راضين. واستغل الاستديو فرصة ما تكرر، وألف مبروك للمحصن المستثنى الخماش، تستحقها يا بطل. الله يبيض وجيههم ويطول اعمارهم، يبشرون والله بالسعد. كم من اليوم ورايح ما عادني بداخل ذخير. من الان، من الان استديو، حتى انا ببكي معهم مر. كم من الان، من الان الحين من الان عطوه سبيكر، بالله كثروا سبيكر، كثروا سبيكر، خلوا العماريه والرياض والمنطقه الوسطى والسعوديه والخليج والشرق والعالم العربي، ويسمعون صوت بن دلبج، شغلوا السبيكر. ابشر بس اتحفنا طلع. والله في طلب من شوي بستيقى. اسلم. المدار من هياك فيني كانه لا من يوكانه، والله انك في ذراعني وتشفى صدق واحن مع هبوب النود، ياتيني طفك اللي مبطئ منه، والله انك في ذراعني وتشفق صدق واحن. الله يسلمك. بخيت اشتح عن الشحنه ألف. الظاهر قريب اللحن هذا من الحانكم ولا صادق؟ يا اخي والله انه يوجعنا. حق من دلبج انه ما عاد يسولف سواليف عاديه زينا كذا، يعني بس يعني يتسلم عليه يرد عليك بلحن. كلمات الله سالم، كلمات مسلم الكثيري من هالعمال. صح الله لسانه وصح صوتك يا ابن دلبج. صح عبد الله. اخر تغريدتين معنا للمتسابقين أجمع، أنتم في نسخة استثنائية لأن أول مرة رمضان بيوافق برنامج زد رصيدك. هذه نقطة. استغلوا هالفرصة اللي جتكم، خصصوا لكم وقت لحلقة القرآن وختمة، جلسة عصرية اقرأوا فيها قصص الأنبياء أو تفسير الآيات، تساعدوا بالفطور، ونادوا عمال القرية، ألعبوا طائرة، حسونا بجو رمضان الاستثنائي. يا سلام. زي اليوم انت الحكم يا محمد ولا؟ لا انا افداك الحكم، هذه ابو علي جاله يسلم. لا انت الحكم. صفرت انت اكثر من الحكم.
لا هو حميه حميه جايك تسلم هذه فزعه فزعه بيض الله حميه مع الفريق نبغى نزيد ومبروك الفوز الله يبارك فيك المبدعين اليوم زي ما سويتوا كره قدم طايره يا سلام كل شيء موجود الله يوفقكم اللهم امين وشيء ثاني نقطه مهمه ذكروها في التغريده العمل الخير ترى هو اللي يبقى لك يعني انا تقريبا طلعت من البرنامج أكثر من 5 سنوات 4 سنوات ما زال يعني إلى الآن في ناس يقولون شفت الذكر هذا اللي قلته في هذاك اليوم في المسجد ولا في الصباح ولا في أي يعني حتى يتذكرون المكان يقولون والله إني عرفته منك وردده إلى يومك هذا فالدال على الخير كفاعله إحنا في هذه الدنيا يعني نقدم شيء للآخر قدموا الشيء اللي ينفعكم اجمعوا ما بين المتعة والفرح والإبداع والمواهب قدموها ولا تنسون الأعمال الخيرية أو الكلمات اللي أنت تشوف أنها بتمر مرور الكلام الكرام عفوا بس عند المشاهد يأخذها بعين الاعتبار صحيح. سمي صالح أبو سعيد على طاري أعمال الخير إيه؟ فيه وقف خاص ببرنامج زد رصيدك 8 يا سلام اسمه مشكات الحرم يا سلام يدعم 15,000 حافظ الكتاب الله ما شاء الله إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من 3 ولد صالح ولا صدقة جارية ولا علم ينتفع به ترى هذا يعتبر صدقة جارية ما دام هذا على الدنيا حافظ كتاب الله حي الله الله فنوصي نفسنا وأخواننا المشاهدين وقفنا الله فينا وروحكم ترى ما عاد إلا يومين لرمضان يا سلام بيض الله وجهك أنا منصة وقفي بيض الله وجهك وإن شاء الله أنا متفائلين خير إن شاء الله أنا بيتكفل مع البرنامج أو قبل البرنامج هل خير واجد الله يكرم التغريدة الأخيرة عبد الرحمن مساوى نكهة البرنامج صاحب الظل الخفيف عتبنا عليك انك حارمنا من تواجدك الدائم نتمنى تطلع شخصيتك اللي بالبداية وتستغل كل وقت وتبعد عن البرايم الله يعطيهم العافية ما صفق انا انحرق ايه؟ على طول وشو لا دودي باندا والله شوف بينكم بين حيلكم بينكم باندا طلعوني من السالفه لا باندا الله يعطيهم العافيه ويجعلنا عند حسن الظن وباذن الله انا ظل يقول هم يقولوها العيال يقول لك يومين بادي دوبك بدات البرنامج كف ان شاء الله الايام قدام باذن الله نمتعهم باذن الله الله يوفقك الله يوفقك يا ابو داح يستاهل 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 لا 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 يستاهل ابو مساوى مبدع وصوت جميل وحضور اجمل وانا ودي عشان ما ننسى بس ناخذ من الهاشتاج واحتاجكم تشاركون الان جمهورنا الغالي معنا على هاشتاج زد رصيدك 56 بنسحب 3 اشخاص كل شخص 100 نقطه اكتب اسم المتسابق وبنسحب سحب عشوائي من الهاشتاج هذا الامر الاول الامر الاخر نرحب في المصور اللي بيزبطنا ان شاء الله في صور حلوة دامنا عاد متكشخين ومنعمين وأشكرك طال عمرك علشان أرسلها لهالي على جروب الواتساب وأغير صورة العرض في الواتساب تويتر وكلك الشكر كل شيء أنا أحطها في كل مكان والله صورتك يا أبو سعيد ما هي في الواتساب إنها في قلوب العرب والله إنها في قلوب العرب وأنا أولهم اقدر اسوي لك اعلان الحين للكبده؟ لا الكبده يجون يشترون الناس؟ لا اذا ذقته عشان يصدقونك، اذا ذقته الحين لا ما يجي ممكن لك كل طيب الله يطيبك حي الله يوفقك الله يجزاك سام بذمه وامانه ايش انت تستخدم عشان القبول هذا؟ والله ان احنا نتكلم من جد راكعه الوتر لا انت مقبول ايش الشيء اللي الخلطه ولا العلاج ولا الاكله ولا قصد قصد تعلم العمل عسل كبوت والله هذا اصعب سؤال ممكن انه يمر وتكرر علي واجد الله لكن احنا في الدنيا هذه ترى بتوفيق الله سبحانه ثم دعوات والدينا ولا والله ان عندنا شيء الهنا لكن الله دايم علينا ستره وتوفيقه والحظوظ الطيبه والشيء اللي انصافطه روحك اصفطه للخلق الله الله صح هذا الكلام دمر يا وزيد الله يعافيك الله يحفظك ويكفيك شر الله الله يعزك الله يطول الله يزيد قبولك عند الناس وعند من يحبك وعند الله اخوان خلو نقدر يعني نعطي 15,000 نقطة نوزع كذا لا 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 نقدر لأن هذا الشيء صدق والله مو عشان نقاط الله يطول والله مو عشان نقاط مبيض وجيهكم هذا والله من طيبكم
وما الله يجعلنا عند هقوة كل طيب مثلكم شروق ولا عليكم والله سود نعمنا واحد. طيب خلونا نشوف الهاشتاج ونقول بسم الله الرحمن الرحيم. المتسابق الأول أبسحب 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 علشان يمدي اللي ما شارك يشارك معنا. طيب بسم الله بسم الله بسم الله ونقول استوب وألف مبروك العبد الله الجعيداني. شكرا شكرا الله يبيض وجيهم بياض النهار مو بغريب عليهم. أشكرهم شكر جم وأشكرك أنت وأشكر زملائي الله يعافيك. تغريدة من عبد الله حنا متعطشين لقصيدك. يقول سلمت يقول إيه مليت وأنا والله أني ما مليت تضارب أفكاري سبب في ازدهاري تركيبتي تحتاج سيلفي ورتويت أحلامي أكبر واجد من انتشاري. الله 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 صح الله زانك بيض الله وجهك يا حبيبي رتويت وإعجاب وشير وكلش ما شاء الله تبارك الله. الله أكثر هاشتاج الله يرحمه عبد الله الجعيداني يستاهل الله يرحمه مع أن الشيطان داخل بيني وبينه لكن لا لا يستاهل لا لا إن شاء الله الله يديم محبتكم إن شاء الله ونقول ألف مبروك الفيصل. أي واحد فيصل 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 مطيري والله هني أخوه وجهي يستاهل سنفوق يستاهل أكثر رجع أكثر رجع صالح قصير وفتنة قصير وفتنة وغمازات كيف ما أدري إيه قصر ذهب قصر ذهب. طيب نقول المتسابق الثالث والأخير معنا إن شاء الله ونقول خلونا ننزل سامي عيني لك قلوبنا طالع الله يطول عمرك حرشتني خلاص عندك وشي. طيب بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله شفت عبد الله سويت فينا عبد الله الله هيا انا ولا لا الف مبروك يا حبيبي الله يرفع قدرك. هو شوف قصيدك يعني تكرر اسماء هذا ما هذا حق الله يرضى عليك والحظ جالك ونصيبك امنعك من رزقك لي الف مبروك يا عبد الله جعل من دخلك الجنه. اشكرهم شكر جم والله ما كفيهم. انا في كلام قاله انس اول اجمع الشكر والدنيا وحطها خذها وبزيد عليها والله انكم كفو اني احبكم زياده على الكفو. الله يوفقك على فكره يا ابو ابو سعيد سمي عيني على فكره عبد الله ترى اكثر واحد يحصل هاشتاج مع ان الشيطان داخل بيني وبينه لكن يستاهل اليوم رضان ذكر الشيطان اللقطة هذه قد مرت علي قبل شوي صح؟ الحين المشاهد يطالع يحسب انها اعادة النت قطع المخرج يحسبكت المخرج هنا يقول ألحس مخي. طيب يا سريع الله يكثر خيرهم. طيب الحين اعطونا خبر كم باقي على الفاصل واعطونا خبر المقطع اذا هو جاهز. طيب نقدر ناخذ كذا مقطع قبل الفاصل. طيب معنا وقت لين يجي الفاصل اعطونا اول مقطع بسم الله الرحمن. سلام لا واضح مستعدين ومجهزين رمضان الله يبلغنا وياكم هذا الشهر الكريم ويجعلنا وياكم ان شاء الله ممن صامه وقامه يا رب العالمين. مشاكل العصر بدرنا فيها احنا من ذا الحين كفو اللي تجي في العصر رمضان بدرنا فيها احنا. شوف عاد عصر رمضان يعني قبل شويه العصر اربع ساعات صح انتم معكم وقت ان شاء الله يكون مشاكل اكثر حلقات اجزاء والله ما اطول اعطنا الوقت اللي بعد أبطال قولت نعم فيهم تراها قليلة أخوان والخوة على طيب الأفعال كل مع الثاني فعلها جميلة ما قد خبرت أحد على أخوه يحتال بين الأخو وأخوه ما فيها حيل
وحيلة وعزومكم مثل الجبال الوحيلة بساطة وسوالف تشرح البال والله ما فينا أنفسنا ثقيلة راعي القصص يعطي سواليف وامثال سوالف تبر الكبودة العليلة أحيان نستمتع بشيلة وموال وأحيان ما نبغى من الربعة شيلة وأحيان تلقانا تكانة وعقال وأحيان نقدح مثل قدحة. سلام. الله 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 سم هذا الشاعر عبد الهادي بودية الظاهر ان الصوت ابو دية هذا صوت ابو دية يكفي الظاهر ان الصوت يكفي ابو دية, دية تحياتي له صح الله لسانه ابو سعيد سواء هو او بتاكد لك ابو سعيد انا مسجلها في الاستديو انا يكفي فخر ابو سعيد ان صاحب القصيده هذه انا خالد عبد الهادي بن سعيد ابو دية الله يمسيه بالخير ونعم 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 لا 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 ابو خالد عبد الهادي انا مسجلها في الاستديو الله يهديك الله يستاهلونه في الاستديو والله نعم ويشتغلون اخويا عبد الهادي ابو دية تشابه اصوات وتشابه ارقام عبد الله هذا انت لو ابو دية لو ابو دية الله يصحح يعني ونعم ترى هذا من جزات القصيده ان الشاعر حتى وده ان احيانا في بعض الاعمال منشدين اقول الله لون العمل ذلك وهذا من جزات القصيده وما ما نستغرب حتى الجزاله لو كانت من الجعداني يعني دخلك الشاعر ونعم فيك يا محمد وفي خالك عبد الهادي ومسي عليه انا اللي خاله انا اللي خاله هو بزيد انت خاله انا خاله ونعم ونطلب من محمد بن فلاح القرقاح انه يكون ضيف شاعر كبير ابو فلاح الموضوع عندك نعم الموضوع عندك وبالعكس عبد الهادي والشعار الجميلين مثله وشروه اضافه للبرنامج اعطونا اخر مقطع والاخوة بيننا لا ما تروح باقي طول الزمن يا صاحبي الاخوة بيننا عطر يفوح بيننا الخوة على نجنبي الاخوة بيننا لا ما تروح باقي طول الزمن يا صاحبي الاخوة بيننا عطر يفوح بيننا الخوة على نهج النبي ومنه يخطي مننا يلقى النصر والتعبي صاحبي عن تعبي يا صديقي وانت بلسم للجروح وانت للخوة مثال يضربي ابو سعيد صراحه ما بيبقى الا ذي المقاطع ذكريات والله العظيم حتى لو بعد 10 سنوات والله ما يبقى الا ذي المقاطع ذكرى اي أيوة والله ذكرى يا سلام دائما تمشيط الذكريات قدام والله اني تخيلت يا اخوي تخيل بعدين بعد فتره بعد ما تطلع من البرنامج ويخلص البرنامج ان شاء الله بعدين وانت تشوف الصوره عاد تجيك حزه تقول أوه. مع التنهيده هذه الله يسعدك اي أيوة والله سواء موقف لا والله والله الحين جد مدعيري من الظاهر انك ترفع يدك تبغى تسمعنا قصيده تم لا باقي 20 ثانيه على الفاصل عطنا الان الان اهني فيك اصرارك وبالعكس احنا والله احنا طمعانين في المبدعين مثلك شروق شغل السبيكر عطنا قصيده يقول يا حرامي نظره عيونك تدينك مستحيل اللي يشوفك ما تجمرك كم ضحية قلبها راح بيمينك حر جوف الناس جاب أسباب جمرك أنت غير الحور عين حور عينك وغير تمرها للحشاء محصول تمرك لا تضيعني وأنا رهن اليدينك فعلك الماضي حصل من فعل أمرك خل هذه السالفة بيني وبينك طول عمري وأنت عمري طال عمرك الله فيك صار زي كذا مدعينم على طول شارك له تكفى يا عمرك طويل يا أبو سعيد سام آمن لا بس انا ادري الفاصل انت حاسب له؟ ايه بالله والله حاسب كل شيء بالغري عجيب لا باقي معنا كم باقي معنا؟ كيف شنو؟ ابن دعيرم اشكرك باقي في وقت اسلم بعد واحده ثانيه معنا دقيقه وعشرين ثانيه
حبيبي الفارق محبة وين نظراتك هذيك؟ الشك جاي لا يجي لك في المقابيل ارتباك وأنا معاك وتحسب إني شايف نفسي عليك ما تدري إني طول عمري شايف نفسي معاك. سلامتكم. خلصت هذا نفس السالفة اللي ما تدري. تبي جماعة فاصل صغير لا تروحون بعيد خلوكم حول الشاشة فاصل صغير ونرجع لكم. زد رصيدك جاي عيد الذكريات مرحبا.